قال هنا وفلع وملا بكل صراحة. إلى عين كون في حرمان عبد الرزاق حمد الله من كأس العالم، خرجوا فاس وقولوها بلا لف ولا دوره. لاعب كان هداف أولمبيك أسفي، ومشى خدا هداف أليسون النرويجي، ومن بعد هداف جوانزو الصيني، ومن بعد هداف الجيش القطري، ومن بعد حطم جميع الأرقام مع النصر السعودي، وبعد ذلك الاتحاد السعودي. يجي مدرب راسو محدوب جالس مع نقافة في راديو فاسد يقول لك حمد الله ما كيعاونش الفريق، وكاين عزف مربع العمليات، والهرنات كيلصق عليه تهمة البلبلة. أليس فيكم رجل رشيد ولد تيت؟ وبالنسبة لقضيات حمد الله مع فريقه السابق النصر السعودي، فتحكم اليوم رسميا من طرف الفيفا، تحكم بالبراءة وتعويض قدره 3 مليون يورو. بعد ما كانوا قالوا 5، دابا قالوا 3 مليون يورو غياخدها حمد الله حلالا بلالا.